وصفة خطيرة، أنا جربتها بنفسي، رجعت لي بشرتي زجاجية. كانت بشرتي تعبانة ومجهدة بدرجة رهيبة، كان عندي اكتئاب وما كنتش مهتمية بيها خالص. كمان كانت فيها غمقان جامد جدا من الشمس، وكان عندي مشاكل في الهالات السوداء بسبب قلة النوم. الوصفة دي بجد يا بنات كنز للبشرة، هتجربيها مرة واحدة وعلى ضمانتي، لأن أنا مجرباها بشكل شخصي. بالله عليكي ما تنسيش تعملي لايك للفيديو عشان الوصفة دي توصل لأكبر عدد من الناس ويستفادوا، وربنا يجعله يا رب في ميزان حسناتكم. هتبدأي تجيبي بيضة، انا مش عايزة منك غير بيضة واحدة بس. هتبدأي ان انت تكسريها، وهنبدأ ان احنا ناخد البيضة بتاعتي. هتبدأي ان انت تفصلي الصفار عن البياض. اخدنا الصفار واخدنا البياض. هنبدأ الاول بوصفة البياض، بياض بيض. هتبدأي طبعا الوصفتين ممتازين، هتستخدميهم بطريقة رهيبة. احلى حاجة زي ما قلتلك الوصفة دي بتخلي البشرة زجاجية. يعني ايه زجاجية؟ يعني خالية من اي وع، اي تجاعيد، اي سواد، اي خطوط، بتخلي البشرة ترجع مراية. هتبدأي ان انت تاخدي على صفار البيضة بتاعتك معلقة من النشا او الكورن فلاور، وهتبدأي ان انت تضربي النشا كويس جدا مع بياض البيض بالشكل ده. طبعا انت هتحسي في الاول ان البياض يعني النشا في تكتلات كده الاول، بس مع ان انت هتضربيه بالشكل اللي انت شايفاه معايا ده بالسرعه هتلاقيه داب معاكي خالص واندمج تماما مع البياض بتاعك. يمكن من احلى واقوى الوصفات اللي هتشوفيها في حياتك. زي ما قلتلك الوصفة بتاعت بياض البيض والصفار البيضة نفسها، هتشلك كمان السواد اللي هو بيكون عصار الشمس. بعد كده بعد ما حطينا النشا مع بياض البيض، هتبدأي تجيبي مية ورد وهتحطي معلقة صغيرة، ما تكتريش، هي معلقة فقط صغيرة من مية الورد، وهنبدأ ان احنا نقلبها بالشكل ده كويس جدا. بعد ما قلبناهم مع بعض بالشكل ده، هتبدأي تحطي ربع معلقة من المكون السحري ده، وده لما بيتحط على البياض بينسف حرفيا التجاعيد وكرمشة البشرة. هتبدأي تجيبي نوع جيد خاص بالبشرة، ما يكونش فيه اي الوان صناعية. هتبدأي تاخدي ربع معلقة من الكركم، اللي زي ما قلتلك هتجيبي الكركم التجميل من عند العطار. ده كركم التجميل بيكون مختلف عن كركم الطبخ، لان كركم التجميل بيكون خالي من اي الوان صناعية، بيكون كركم خام وخاص بالبشرة. هنبدأ ان احنا نقلب ربع معلقة فقط من الكركم على النشا وبياض البيض. بعد ما قلبناهم بالشكل ده هنبدأ ان احنا نركنها كده، وهتبدأ ان انت تجيبي بياض صفار البيضة. زي ما قلتلك الوصفتين هتستخدميهم ورا بعض او مع بعض، فركزي معايا جدا جدا. هتبدأي تجيبي صفار البيضة بتاعتك، وهتبدأي مبدئيا كده تفكيها او تقلبيها كويس الاول. طبعا معذرة وانا بفصل صفار البيض عن البياض، اتحط شوية بياض بيض مع الصفار، ف يعني وانت بتعملي كده حاولي تركزي عشان تفصلي الصفار كويس جدا، ما يكونش مختلط بالبياض. هنبدأ ان احنا نقلبهم كده. هتبدأي ان انت تجيبي عصير نص ليمونة، لما بيتحط على صفار البيض مش قادرة اقولك نتيجته فعالة قد ايه في ازالة البقع وسواد اثار الشمس او بعد المصيف. هتبدأي تعصري عصير نص ليمونة، يعني بمقدار معلقة صغيرة من عصير الليمون، وهتبدأي برضو تقلبيها بالشكل ده كويس جدا. بعد ما قلبناهم بالشكل دوت الليمون مع صفار البيض، هتبدأي تجيبي المكون ده، وده بقى خطير خطير في إزالة الجلد الميت من البشرة، بيخلي البشرة تنضف جدا. هتبدأي تاخدي معلقة صغيرة من القهوة العادية خالص، القهوة بتاعتك تكون غير محوجة، قهوة عادية سادة.
هتلاقيها برضو عملت زي النشا، فيها تكتلات كده في الاول، بس مع التقليب المستمر هتلاقيها اندمجت معاكي كويس جدا. هتبقى بالشكل ده. بعد ما قلبناهم بالشكل ده حبايب قلبي، هنحط بقى المكون الاخير ده علشان يزود فعالية الوصفة وفي التفتيح وكمان في شد التجاعيد. هتبدأي تاخدي معلقة من النشا او الكورن فلاور وهتبدأي تقلبيها بالشكل ده. الوصفتين اجمد من بعض، حاجة كده تحفة تحفة تحفة. هنبدأ ان احنا نقلبهم كويس او كميتهم كبيرة، هنقلب كويس قوي بالشكل ده لحد ما يندمجوا مع بعض كويس قوي. بصوا حبايب قلبي بقى، نركز مع بعض كويس جدا في طريقة الاستخدام. الوصفتين دول ليه مش هتقدري تستغني عنهم؟ لان وصفة منهم هتعالج لك التجاعيد بشكل نهائي وهتشد عندك بشرتك بدرجة فظيعة، انت نفسك مش هتبقي متخيلة بشرتك اتشدت كده ازاي. وصفة منهم هتعالج لك البقع الداكنة لو جاية من المصيف او وشك اتحرق من الشمس، لو عندك كلف او بقع بنية في بشرتك بسبب خروجك للشمس، عندك غمقان في بشرتك وجلد ميت هتفتح جدا. يعني واحدة للتفتيح واحدة لشد التجاعيد. اول حاجة او اول خطوة هنعملها، هنستخدم الوصفة دي بتاعت صفار البيض. ديت مخصصة ليه؟ الحروق بتاعت الشمس، سواد البقع، الكلف، الجلد الميت، اسمرار البشرة، الغمقان اللي في البشرة. هنبدأ ان احنا ناخد وهنبدأ ان احنا ندلك اي بقع داكنة او اي سواد في بشرتنا، هندلك الوجه كويس جدا بالشكل ده. بعد كده هنبدأ ان احنا نسيبه لما ينشف على بشرتنا، يعني هينشف حوالي من 15 ل 20 دقيقة كاملة. بعدين بعد ما هينشف هتبداي تغسلي مكانه كويس جدا بالميه الدافيه، و يعني لو انت هتستخدمي الوصفه دي بعديها على طول، ويفضل طبعا بعديها على طول، هتغسليه بالميه الدافيه او العاديه، وبعدين هنبدا نعمل خطوتنا الثانيه. هتبداي بقى بعديها مباشره او بعديها ب10 دقائق كده تبداي ان انت تدهني خلطه بياض البيض مع الكركم. ده فظيع في شد التجاعيد. هتبداي تدهنيه كويس جدا، بتحطي تحت العينين بامان تام من غير اي اضرار، بتسيبيها على بشرتك برضو لمده من 15 ل 20 دقيقه. اهم حاجه المكان اللي احنا هنحط فيه الماسك ما يكونش مكان يعني مفتوح، ما يكونش مكان فيه اتربه عشان البشره بتاعتنا ما تتضرش او يجي لها اتربه من عوامل الجو الضاره. بعد كده هتبداي تغسلي بشرتك كويس جدا على طول بالميه الساقعه، ويفضل ان انت عشان تقفلي على الوصفه دي تخلي ميه الورد عندك في كوبايه كده وتحطيها عندك تسقع في التلاجه. بعد ما تستخدمي الاتنين الماسك دول ورا بعض ابقي دلكي بشرتك بميه الورد الساقعه عشان تقفلي مسام بشرتك. بتستخدمي الوصفتين دول ورا بعض مره اسبوعيا، وبعد كده بتبداي تقللي المده لحد ما تخليها مره كل 15 يوم. مش هتحتاجي بقى تستخدمي اي حاجه تاني معاهم. لو استخدمتيهم مش هتحتاجي لا تحطي كريمات تخفي بيها اي حاجه او اي عيوب في بشرتك، بشرتك هتبقى جميله جدا. اشوفكم على خير والسلام.